ألو، ممكن أحكي منال خانو؟ منار ما أجت اليوم، أخذ إجازة. طيب شكراً، عزبتك معي. لا تاكلي هام حبيبتي، ما رح خبره بأي شيء. يسلم. يا طلاب، المقاومة هي سعي وراء أهدافنا لتحقيقها، لا توقفوا على قوانين التعليم وقراراتهم. يا طلاب اسمعوا، لا توقفوا على سياسة وزارة التعليم، امشوا بطريق التحرير. خلونا ضد الفاشيين ونوقف ضد كل مرتكبي جرائم، فلتسقط الديكتاتورية. تعالوا نقرا كلنا طريقة التحرير ونعلم غيرنا يقرا. تعالوا يا طلاب، تعالوا لنقرا كلنا سوا طريقة التحرير. لا توقفوا على قوانين وزارة التعليم، تعالوا لنقرا كلنا سوا شو هي طريقة التحرير. لا توقفوا على قوانين وزارة التعليم، تعالوا لنقرا كلنا طريقة التحرير. لنوقف كلنا ضد الفاشية وتوابعها، لنقدر نرفع صوت الشعب. تعالوا نقرا سوا شو اللي عم يعملوا هاد؟ عم يبيع شرايين التحرير ضد الظلم. خلونا نتعاون ونرفع أصواتنا ضد الظلم والديكتاتورية. لحاله ما؟ يلا تعالوا نقرا سوا. مع وحدة. لا توقفوا على قوانين وزارة التعليم وقراراتهم. تعالوا تعلموا طرق التحرير. لازم نتعاون ونوقف بيد وحدة ضد الظلم والديكتاتورية. كلياتنا بنعرف نقرا وبنقدر نتعلم. لازم نوقف ضد الفاشيين. نتعلم طريقة التحرير. هدول ما فيك تبيعون هون ولا ما فيك توزع هون شيوع الكلب. شو انت حيوان ما بتفهم؟ ايوه اللي انتوا عايشين تحت ملك رسولك وعلى كل مدرسه كل شرايين كل شرايين بس حيوان ما بتفهم. انا حيوان على كل حكي على الحكي الباطل. خلص ما بدك تصور انت وشرايين. خلص انت ومفاهيمك انت بدك تصور حيوان تافه شيوعي كلب شيلها. خذ يا حقي ان شاء الله. خلاص أيمن تحرك بقى يا شباب. لا تخليني اتحرك معكم تصرف ثاني. تعال على عندي لشوف شعلوا ورا. امشي لا امشي يلا امشي امشي تحركوا. امشوا يلا. تعال لكن نلع نلع انت وياه. تحركوا عد. لكن انتوا طلاب ولا زعلان من الشوارع؟ لا تكون وسخة ولا ايه طبعا وسخة، معقول تكون نظيفة؟ على فكرة أنا شفتك، كنت عم تطلع فيها كل الوقت. أي لا خلاص. أي وشفتكن 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 يا عثمان. يا
شو صاير معك؟ ما في شيء. رجعوا تخانقوا. شيوعيين ما رح يتركونا نرتاح. احكي لك شي كلمة معه بلا ما يعلق مع حدا هلا. انتوا استنوا شوي. مرحبا، كيفك؟ هلا بنو يلا. روحوا انتوا، انا عندي شغل، بعدين بشوفكم ماشي. خذ راحتك. هلا شو جابوا هاد؟ ليكي رجع يشوفوا لهالزلمه اللي معت. تعي انت تركي، لا تتدخلي فيه، استخبر. ما تضايقتي لانه راح وتركك مشانه؟ هلا بيجي. انت بتعرفي مين بيكون؟ لا، شفته كم مره من قبل. هلا شو بدنا بكل هالحكي نحن؟ امشي خلينا نتفتل مع بعض. ما بقدر، ما اخذت اذن من اهلي. ايه ماله مهم، بيت حماي ما رح يحكوا لانك معي. خلاص.